السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أم يوسف من أزلال. السلام عليكم أم يوسف، كتسمعيني؟ إيه؟ أم يوسف كتسمعيني؟ أيه كنسمعك. مرحبا بك لالا أم يوسف. شكرا كنشكركم على البرنامج، كما كتخفوا لي اسمح لي مرحبا بك لالا أم يوسف. شوفي أنت الدار دارك لالا، وأنت وسط الأسرة ديالك. مرحبا بك، خذي راحتك لالا تفضلي. مرتبكه شويه، انا الزوج ديالي ما عرفت كيفاش نتعامل معاه. ملي ما نقول ليه بغيت نمشي لدارنا يقول لك لا، بغيت نمشي عند شي خوتي يقول لك لا. كيفاش غنتعامل؟ شحال هادي باش مزوجين لالا ام يوسف؟ كيف حالة كما قالت السيد 20 عام ديال الزواج. نعم. من كان مع 4. علاش تيقول لك لا؟ شنو تيفسر لك هو؟ علاش؟ واش مثلا ما فهمتوش تيقول لك لا، حتى الدار حتى نقول له انا ندير حيله للدار. قال لي قلت لينا في الدار غير مؤخرا في هذا الطيب غضبت. صافي غضبت، مشيت عند امي بقات لي نعم عندي غير امي واختي عمات الله يرحمه. انا ما فهمتش كاع، غضبت مشيت قلت 15 يوم زاد اختي حتى رداتني راهي يلا ما تفارقاش مع ولادك ورجعت. لا اله الا الله. حتى فاش مشيت فاش غضبت صافي قلت ما غاديش نرجع. مشيت زرت خوالي، مشيت زرت خوتي كاملين. نعم. وواحد بنت اختي، ولكن التامر ديالي كيعذبني حيت مشيت بلا شوارو، مشيت عند دوك بلا شوارو. نعم. وانا دابا ما عرفتش حتى ما عرفتش ندير معاه. واش نخلي وليداتي نمشي؟ واش نصبر ديالي تسالى؟ لا اله الا الله. دابا الان كي دايره العلاقه بيناتكم؟ العلاقة كيفاش ما تقولي لي شنو غنعمل؟ كيفاش ما تقولي لي شنو غادي نمشي لتي بلاصه تاكل مزيان؟ غير تقولي لي راني محشق. ما كيبانلكش لالا، ما كيبانلكش لالا ام يوسف باللي الزوج ربما كيغير عليك، او ربما هو بغاك الا بغيتي تمشي عند والديك تدي معك مثلا شي بركه ديال شي حاجه تدخليها معك مثلا، وهو مثلا ما تتكونش الامور. لا لا ما يقولكش هكدي وما يقولكش انا انا خصوصا انا تنسرق ليه، اسمح لي تنسرق ليه باش الا بغيت نمشي ندي شي حاجه. نعم. في يدي بحال نعم. بحال ترانسبورت، بحال الا بغيت نشد شي حاجه. لا ما يعطيك. نعم واضح لنا. حيت تناخذ ليه مره، ناخذ ليه شي 100 درهم، مره ناخذ ليه شي 20، تنسرق المهم تنسرق ليه. نعم واضح لنا. انا معترفه به وضمير ذلك عدوني تاني نقول ما عرفت هذا الشيء واش زوين ليا ولا خايب ليا. انا نجاوبك على هذه المساله لالا، وحلت ما عرفتش ندير معاه. نعم انا نجاوبك ان شاء الله تعالى. وبغيتك تعطيني شي نصيحه الله يرحم والديك. واخا لالا كتخفوا علينا والله يجزيكم بخير، انت وقريبان الله. بارك الله فيك. دابا انت لالا شحال تقريبا في العام، شحال من مره كتزوري الوالدين ديالك في العام تقريبا؟ عام عامين. عاد تمشي وهما قرب ليك ولا بعاد؟ لا بعاد عليا شي ما عرفتش، المهم بعاد عليا. كنمشي من هنا بشي 500 ريال، ومن تما من ازلال عاوتاني لديك البلاصه 1200 ريال. بحال قلتي مثلا واحد 200 كيلومتر. بعاد عليا. نعم. بعاد عليا واضح. وحتى المهم خدي كاع. واش ما كيخافش عليك؟ واش ما كيخافش عليك لالا ام يوسف؟ راه الراجل ديالك راه تيخاف عليك لالا. واش بتضربي هذه المسافه كلها؟ وراه راجلك راه تيبغيك حيت هو راه مزيان معك ديما في كل شيء، الا في هذه القضيه تيقرنن عليك ياك؟ تيردوا لي القرون. هو مزيان معك. يلاه معايا. أيه. وعندي الدري دابا تيقرا في السن كيام، تنقول لي في هذا العام كاين ولدي، تنقول لي نمشي مع ولدي. واخا لالا ان شاء الله. لالا ام يوسف الوقت لا يسعف اننا نزيد يعني نطولوا شويه في هذا الموضوع، ولكن غادي نجاوبك ان شاء الله وتعالى باختصار. اولا سيدتي الكريمه، في مذهبنا المالكي فقهاؤنا رحمهم الله تعالى واجزل الله لهم المثوبه يرون بان الـ 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 الزوجه لها ان تزور والديها في كل جمعه مرة بدون إذن الزوج، يعني يقضي لها الزوج أنها تخرج مرة في السيمانة تشوف والديها.
وكذلك ليس فقط يعني المالكية، أنا كنت طبعا إذا كان أبوها في البلد الذي تقيم فيه وكانت تأمن على نفسها الخروج لذلك المكان، ولا كانت يعني الطريق صعبة ولا يعني ما فيهاش الأمان، فهذه الحالة هذه لا بد أن يكون ذلك برضا الزوج حتى يطمئن الزوج عليها ويعلم أن زوجته قد وصلت إلى بيت والديها في الأمان. أنا أتحدث الآن فقهيا، فقهيا الذي عليه الفقهاء وحتى يعني حتى الشوافعي حتى الأحناف رحمهم الله تعالى يرون بأنه ليس للزوج أن يمنع زوجته من الخروج لزيارة والديها، وكلهم يعني كي يعني أو أغلب من رأيت يعني ذكر يعني هذا الأمر يعني أناطه وعلقه بالجمعة يعني بالأسبوع، يعني خصك تخلي الزوجة ديالك مرة في السمانة تمشي تشوف والديها. ولكن فين كاين المشكل؟ هو أنه إلا كانوا في البلاد في نفس المدينة، الحالة ديالك أنت ألالا أم يوسف أنك كتضربي واحد المسافة طويلة، عندك المركوب في المركوب 12% في 500 ريال تقريبا، عندك شي 17% أو 100 درهم هي باش توصلي و100 درهم أخرى باش ترجعي هي 4000 ريال. أنا كنظن أن المسافة غتكون بين 150 حتى 200 كيلومتر أو أكثر، ربما أكثر من 200 كيلومتر. لا في هذه الحالة هذه خصك تقوليها للزوج ديالك. علاش؟ لأن هذه المسافة مسافة طويلة بزاف، والزوج ديالك ربما هو باش يتفادى الصدام معك خصو يمشي معك، لأنه تيخليك تمشي بوحدك. وأنا أظن والله أعلم على أم يوسف أن الزوج ديالك هو تيبغيك وأنه كتجيه الغيرة وما كيبغيش يخليك تمشي بوحدك، فإذا لقيتي يمشي معك الولد ديالك أو إذا لقيتي أنه يمشي معك هو إن شاء الله غيتحل هذا المشكل. أنت يا مرة أخرى غتقولي ليه غادي يمشي نشوف والديا وغادي يمشي نجلسوا معهم وانت اللي غتوصلني وارجع، الا ما بغيتيش تبقى ارجع ولكن انت غتوصلني. الراجل تيبغي المراه تقدره، كيبغي المراه تعطيه المهام، لان الراجل يعني بطبعه يعني من المسائل اللي كيختلف فيها على المراه ان الرجل بطبعه يحب دائما الانجاز وهو يعيش على تقدير ذاته بالانجازات. اللباس بالنسبه لي انجاز او تعبير عن الانجاز، تعبير عن القوه، حتى اللباس حتى الكلام حتى المشيه كل هذه الامور. يعني الزوج لما كتجيه من هذا الطريق ديال انه بغي يدير شي حاجه، انه من المسؤوليه ديالو انه يعني يوصلك، وكتلقاه يبادر الى هذا الامر. واضح؟ فان شاء الله تعالى الزوج ديالك لا، خصوصا وانه هو مقد معك في كل شيء، ما كيخسر لك خاطرك في حتى شي حاجه، كيحترمك كيتعامل معك مزيان، غير كتقولي ليه تمشي عند والديا كينوضوا ليه القرون. الا لا راه ما تقلقيش، خصك غير تفهمي الزوج ديالك، وحتى هو خصو غير يعني يعرف يعبر لك ويبين لك باللي راه الزوج ديالك لا هي كيغير عليك وراه خايف عليك، وراه اي راجل راه تيخاف على مرتو كيغير عليها وما كيبغيهاش تشد يعني هذوك المسافات الطويله. واضح؟ ولكن في الاخر هو راه غادي يخليك. واضح؟ اما بالنسبه للامر ديال الفلوس، فالا بغيتي تمشي عند والديك قولي ليه اعطيني الفلوس باش نمشي عند والديا، والفلوس اللي غادي يكفيوك لا، ما تحتاجيش انك تمخري من 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 عند من عند الزوج ديالك، مع انني انا كنقول باللي هذه الكلمه ما صحيحاش، لان الفلوس ديال الزوج ديالك راه فلوسك لا حتى انت، ماشي فلوس الزوج ديالك، هما فلوسك حتى انت، فلوس ديال العائله كلهم. غير هو من الادب انك تخبريه تقوليها ليه، علاش؟ باش هو ما يكتشفش باللي هزيتي الفلوس ويقول لك علاش تهزلي الفلوس وكذا وما احترمتنيش وهذه اهانه وهذه كذا وما فيهاش الثقه وانت كتعرفي الشيطان. فمره اخرى ان شاء الله لما تبغي الفلوس قولي ليه خاصني هذا المبلغ، راه غادي نعطيه ليا، وعافاك الا ما وصلني راه الطريق شي شويه راه فيها التماره وفيها العيا وفيها كذا، وانا بغيت لي يمشي معايا في الطريق وبغيت لي ونسني، وهو لما يسمع هذا الكلام راه غيتحفز ان شاء الله وغادي يمشي. اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر امركما وان يؤلف بينكما، ونصحيه قولي له راه لا يجوز انك تمنعني انني نشوف والديا ونشوف خواتاتي لانهم هما اللي عندي وخصني ضروري نشوفهم، وصبر معايا عرفت كتقلق وعرفت ما كتلقاش اللي يطيب ليك ولا اللي يصبل ليك ولا اللي كذا، صبر معايا وراه تنتهي الاجر وانت كتعاوني على رضا الوالدين. شوف لاله الكلمه الطيبه
الكلمة الطيبة إن شاء الله تعالى هي المفتاح. أسأل الله تعالى أن ييسر أمرك وأمر جميع المستمعين والمستمعات أحباب الكرام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.